في الوقت اللي كان مؤطر الملاعب القرب تينتظروا من الحكومه باش تعلن على افتتاح هذه الملاعب هذا، خاصه ان الاغلاق ديالها كان عنده واحد التاثير سلبي على الاطفال، تتفاجئوا بتبديد تاع الاجراءات الاحترازيه على الدار البيضاء، الامر اللي اثر مجموعه من السياء والغضب بالنسبه للعديد من مؤطري هذه الملاعب هذا. اليوم والانفاس البريس تلتقي مع السي رشيد النصراوي باش يقربنا اكثر من انعكاسات السلبيه لاغلاق ملاعب القرب على نفسيه الاطفال. الانعكاسات ديال توقف ملاعب القرب على نفسيه الاطفال هي انعكاسات سلبيه بطبيعه الحال، خصوصا وانه يعني احنا من موقعنا ك يعني مسيرين هذه الملاعب واللي احنا عندنا علاقه يعني متواصله ومستمره مع الاطفال والاباء ديالهم والاولياء ديالهم، احنا كنتلقاو باستمرار يعني رسائل ديال المناشده ديال يعني الرجوع لهذا النشاط، وصراحه كاين انعكاسات سلبيه كثيره وهذا الشيء كنتلقاو بشكل يومي. بالنسبه لكم كيفاش تعاملتوا او تصرفتوا مع القرار الحكومه الاخير اللي تيتعلق بتمديد الاجراءات الاحترازيه ومنها اغلاق هذه الملاعب القرب؟ كما يعلم الجميع هذه قرارات يعني السلطه ملي كتاخذها الى وكاين كاين يعني كاين علاش خدات هذه القرارات. غير حنايا يعني بصفتنا يعني مسيرين لهذا الملعب القرب، فصراحه ما وقفناش على اعمال ديال الصيانه وديال لونتروتيان والمانتونونس ديال الملعب، وحاولنا دائما نكونوا يعني نبينوا الملاعب ديالنا في واحد الشكل جميل اللي مجرد ما تعاود ترجع للانشطه ان شاء الله يلقاو الاطفال يعني الملاعب كتليق بالمستوى الممارسه. وصراحه هذا الشيء ولا كيشكل عندنا واحد عبء، لانه ما ننساوش بانه الجمعيه كتكلف بهذه المصاريف ديال الصيانه وديال لونتروتيان وهذا، وبالتالي المده طوالت صراحة من مارس الآن فالمدة طوالت، وبالتالي كاين هناك واحد العدد كبير ديال العمال اللي كيقوموا يعني بأعمال الصيانة بشكل يومي، وكنتمناو أن هاد الجائحة يرفع الله علينا هاد الوباء ونرجعوا للنشاط إن شاء الله باش ترجع الحياة كيف ما كانت عليها. بالنسبة لكم شحال تقدر يعني الحجم تاع الخسائر تاع الإغلاق من مارس لديسمبر؟ وانا كنتكلم على الخسائر يعني هي هما لي فري دونتروتيان، يعني عندنا دي فري دونتروتيان بشكل يعني يومي، وكتعرف ان ملعب بهذا الحجم فهو ماشي من السهل باش تحافظ على الصيانه ديالو، ماشي من السهل باش تحافظ على الجماليه ديالو. كاين عندنا 5 الموظفين كيشتغلوا بشكل يعني يومي مستمر من 8 الصباح حتى 8 العشيه، عاود حراسه الليل، يعني كاينه مصاريف كبيره، ولكن حنا كنتمناو دائما كنترجوا من الله سبحانه وتعالى باش يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياه يعني المسار العادي باش ان شاء الله نستمروا في العمل بشكل عادي. الكثير من الاباء يطالبوا بافتتاح الملاعب القرب لان هي الفضاءات اللي تفجر فيها الطفل المواهب الكرويه ديالو وكذا الشغف او الشغب الطفولي بالنسبه لهاد الاطفال. كنظن التاثير ديالو تاثير غير ايجابي، لان اثرنا شويه على النفسيه ديال الاطفال ديال ولادنا، لان هذا كيف كتعرفوا هذا هو الفضاء اللي يمكن لهم الوليدات كيرتاحوا فيه كيتنفسوا فيه شويه بعد ما كيدوزوا واحد الاسبوع في الدراسه ديالهم. عندنا حنا في هذا الويكاند العطله الاسبوعيه كنجيبهم هنا كيمارسوا شويه الرياضه، كيفوجوا على نفوسهم في هذا المجال الرياضي وكيلقاو راحتهم تمايا. وبالمناسبه كنشكر الاطر ديال الجمعيه ديالنا اللي يعني قايمين بالواجب ديالهم، كيخلوا الوليدات كيمارسوا الرياضه بطريقه يعني طريقه ترفيهيه اكثر ما هي يعني خصو يدير شي حاجه مزيانه ولا هادي في الرياضه ولا يكون بطال ولا هادي. الوليدات كيرتاحوا كيلقاو الراحه ديالهم، وحنا بدورنا حنا حتى حنا كنفرحوا
زعما كنرتاحوا من هذا في هذا الويكاند، ملي كنشوفوا وليداتنا كينشطوا ويضحكوا كندوزوا ذاك الويكاند براحه. مطالب كجميع المؤسسات، لان هذه الجهه الله يجعل سيدي ربي يرفعها عن الامه الاسلاميه كلها. المتطلبات ديالنا ان شاء الله بعد ما ان شاء الله قريب وقريب ان شاء الله يرفع الله عنا هذا الوباء، القول الفضاءات ديالنا كلها مفتوحه على الصعيد من البلاد، وباش الوليدات ديالنا حتى هما ينشطوا ويرتاحوا، وحتى حنا في نفس الوقت كنرتاحوا لهذا النشاط اللي كيعملوا. التاثير السلبي اولا هو الاطفال تنحس بهم بان هذاك هذيك الانرجي اللي عندهم اللي باغيين يخرجوا تيخرجوها في وسط الدار، الوغ في الدار تيقنطوا ودائما تيقولوا لي بابا بغينا نلعبوا بغينا نجريو بغينا نجريو، ما تلقاش فين نديرهم صراحه. وهذا الفضاء هو تلاحظ الوليدات فاش تيجيو لهنا وتيرجعوا للدار تيرجعوا بواحد النفسيه عندهم طالعه بزاف وفرحانين بزاف، وتيتلاقاو اصدقاء ديالهم وتيلعبوا وتيضحكوا وتيفرحوا. دونك هذيك السويعه اللي تيدوزوا هنا احسن بزاف من انهم يجلسوا في الدار واحد ساعه ولا ساعتين، لان التلفزيون تعرف ما عنده ما يزيدهم لا هو لا تابليت لا حتى شي حاجه. وحنا بغينا هذا الفضاء ان شاء الله بحول الله انه يرجع للعمل ديالو، وهذوك الوليدات تعطي واحد النشاط زوين لهذا الفضاء صراحه. فاش تشوفهم تيلعبوا حنا كاباء تنفرحوا، وحنا مستعدين اننا نتعاونوا جميعا باش ان شاء الله ترجع الحياه كما كانت. الطالب ديالي اولا هو ان انا تلاحظ فاش نمشي لشي غران سيرفاس ولا شي بلاصه تنشوف بان هذوك الناس اللي تيقلبوا الحراره ما تيقلبوهاش لوليدات الصغار نهائيا، تيقولوا لوليدات الصغار زيدوا من بعد تيقلبوها للكبار. دونك هذا المرض انا تيبان لي بانه هو تيقيس الكبار اكثر من تيقيس الصغار. دونك وليدات دو 5 ans ولا 6 ans اصلا الوليدات اللي تيلعبوا هنا راه ما تيفوتوش العمر ديالهم 14 عام، دونك تحت من 14 عام ما تيبان ليش بانه. وكاين احترازات في الملعب في افاداس تبارك الله دايرين كل شيء، دايرين الجال، دايرين كاع المقومات دايرينهم. دونك واصلا منين بدا الكلوب ما عمري شفت شي حاله صراحه في الكلوب، ما عمري شفت شي حاله شي واحد شي وليد مريض ولا شي حاجه. اولا كاع الملاعب القرب في النيفو ديال ولايه الدار البيضاء تعثروا مباشره من بعد هذه الجائحه هذه داكوغ، وبالاخص تعثروا الوليدات اللي كيمارسوا في هذه الفضاءات ديال القرب، وتعثروا حتى الجمعيات اللي كتنشط لان عندها اطور، لان خصها موارد، خصها حتى هي الجانب المادي، خصها تعيد هذوك الاطور حتى هما راه عندهم عائلات داكوغ. والوليدات مع ملي بدات هذه الجائحه دونك كانوا المدارس مغلقه، دونك كان الحجر الصحي في المنازل، دونك كان واحد التاثير نفسي على اللعابه، وقتلناهم حتى بالرياضه ما يمارسوهاش، دونك كان واحد التاثير مباشر. ولكن تيبقى الدور ديال العائلات كيفاش كيدبروا الجائحه في وسط المنازل ديالهم، وخلقوا انشطه ونيفو ديال الدار داكشي. واش نقول لك القرار ديال الحكومه وديال السلطات العموميه حنا ماشيين معاهم، خصنا نحترموا التدابير الاحترازيه ووضع الكمامه غسل اليدين التباعد الاجتماعي، وهادشي كلشي في صالحنا كاملين. السلطات اول حاجه انا عندي واحد الاقتراح، السلطات خصها دير واحد اللقاء مع رؤساء ديال الجمعيات ومع المؤطدك سميتو المسؤولين على هاد الملاعب القرب، ودير واحد طاوله مستديره وتصنت الاقتراحات ديالهم، لان ما غاديش نبقاو مستمرين في غرق الملاعب، راه الدراري تاثروا مباشره، وكما شرطوا الجانب المادي ديال الجمعيات والاطور ديالها، يجلسوا في الطاوله ويخرجوا واحد المقترح شامل. بيان سور غادي نديروا دي كرينو اميناجي ونخليو لهاد الجمعيات والوليدات ينشطوا، ولكن افيك ديزيفيكتيف كما كنقولوا ليميتي، ويكونوا التدابير الاحترازيه موجوده في وسط الملاعب هادشي، وتكون مراقبه حتى من اعوان السلطه يجيو يديروا تا هما الدوريات ديالهم ويشوفوا واش دوك التدابير محترمه ولا ما محترمش.